هذا الجد الأكبر ديال إبراهيم الغالي. إقليم الرحمنة ليس فقط حوضا منجميا غنيا بمادة الفوسفات، بل هو أيضا حوض يزخر بالرموز الصحراوية. فالرحمنة هي مسقط الأسلاف وأجداد مؤسسي جبهة البوليساريو، بدءا من الزعيم الروحي الولي مصطفى السيد وإبراهيم غالي، تعاقبوا على زعامة جبهة البوليساريو. تجري في عروقهم دماء الرحمنة والجينات القبلية للرقيبات، لكن للأسف خانوا عهد أسلافهم وتنكروا لتربة أجدادهم وشهدائهم المغاربة بالرحمنة. أنفاس بريس زارت عددا من مقابر أجداد زعماء البوليساريو وتحدثت إلى أبناء عمومتهم ونقلت صرختهم لأبناء عمومتهم بمخيمة تندوف للالتحاق بالوطن الأم. السلام عليكم ورحمة الله. نظريك في الزاوية الدرقاوية للشيخ سيدي محمد والسيدي عبد الرحمن الرقيبي الطالبي. هاي الزاوية ذات أصول منحدرة من الجنوب، من الأقاليم الجنوبية اللي جاءوا أزيد من 120 سنة هذه تقريبا. جاء الشيخ الكبير اللي هو سيدي عبد الرحمن الرقيبي بو الشيخ سيدي عبد محمد، هو اللي جاء في الأول، جاء سابق ذاك يا غير الشيخ سيدي محمد. هذه الزاوية أسسها تقريبا أزيد من 120 سنة. أما الوالد ديالو راهو جاء تقريبا شي 200 سنة وما فوق، هو اللي جاب المعايير كاملين، جاب سيدي محمد مازالو تركه صغار، وجاب الإخوان ديالو منهم سيدي علي سيدي يوسف العائلة كاملة جات مع الشيخ سيدي محمد سيدي عبد الرحمن الرقيبي الكبير. يا غير عاقب ذاك الشيخ سيدي عبد محمد أقرأ العلم وعاد من الناس اللي ينشروا الدعوة الإسلامية والناس اللي يعلموا الأصول الدين، وعاد عنده صيت في الصحراء وهون هالزاوية عادت أم، ولها فروع، لها فروع في العيون في السمارة في الطانطان في قلميم، ولها فروع ملي هون في الرباط، لها فروع في بني خيران في أي تعتاب، لها فروع ياسرين. هنا إقليم الرحمنة زوايا ودواوير شيوخها مريدوها قادمون من عمق الصحراء المغربية. شاءت الأقدار أن يستقروا في أرض الرحمنة منذ أكثر من 200 سنة. رقيبات، ولاد دليم، ولاد تدرارين، إيكوت، العروسيين، ولاد بن سبع إلى آخره. الشيخ سيدي محمد راهو جد إبراهيم غالي. إبراهيم غالي ولد سيد المصطفى، وسيد المصطفى أخو سيدي عبد الله، وراهم بوهم الشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيدي عبد الرحمن الرقيبي. هذا سيدي عبد الله الابن ديال الشيخ سيدي محمد. هذا مولاي محمد اللي هو الابن ديال سيدي عبد الله جده الشيخ سيدي محمد اللي هو الوالد ديالي. هذا مولاي محمد هو الوالد ديالي أنا. احنا عندنا علاقه معاهم لانهم هم اهلنا واخوتنا وفيهم ابن عمنا وفيهم اهلنا، عندنا معاهم علاقه. احنا نطلبوا مولانا يجمع الشمل ديالنا. احنا هذوك راه احنا في جميع الاحوال رانا الاهل واخواننا وعمامنا والعائله كامله ريفن. بين جماعتي سيدي بوعثمان وبوشان باقليم الرحمنة مسافه زمنيه، لكن الرابط بينهما شيخ من شيوخ الرقيبات، إنه الشيخ محمد الرقيبي بالزاوية القادرية سيد محمد الرقيبي من فخدة ولاد طالب، شيخ ورع وعالم زاهد ربى أبناءه على العلم والمقاومة بعد أن رفض أن يكون ألعوبة بيد المستعمر الإسباني. ومع نيل المغرب لاستقلاله اختار أبناء له الرجوع للصحراء، في حين فضل أبناء آخرون له البقاء في الرحمنة. احنا الآن كنتواجدوا في زاوية الشيخ سيد عبد الرحمن الرقيبي الطالبي اللي مدفون أمامكم اللي كتشوفوا. هذا الجد الأكبر ديال إبراهيم غالي، واللي اللي حداه
سيدي علي ولد سيدي عبد الرحمن خو سيدي محمد اللي في الزاويه اللي في اللي في اللي في الاثنين ديال المحره يعني عم بوه. وهذه المنطقه هذه نقال لها جماعه ايت حمو قياده بوشان اقليم رحامنا. حسب الروايه وحسب الحكايه اللي عندنا الشيخ سيدي عبد الرحمن كان من العلماء الاجلاء الكبار، وكما كيعرف الجميع بان الاستعمار سواء الاسباني والفرنسي كان كيحارب العلماء، لان الناس كانوا كيستمعوا كل من حاجه قالها فقيه او عالم كانوا كيطبقوها. حاربوه، والحرب اللي حاربوه رفد ولادو، رفد ولادو، جاب ولادو تقريبا حسب الروايه اللي عندنا تقريبا 180 سنه او حتى 200 سنه، ولادو اللي منهم سيدي باهيه ومنهم سيدي علي منهم سيدي موسى منهم سيدي محمد اللي مدفون دابا اللي زرتوه مؤخرا اليوم الصباح. هذه هي الروايه اللي عندنا. وكاين حذر من قبيله الرقيبات الفخ ديال ولاد الطالب. غادي ندوكم نزوروكم وتشوفوا واحد المنطقه اخرى، مقبره اخرى ديال الجد ديال الوالي مصطفى السيد، باش نبينوا لكم ونبينوا الراي العام الوطني المغربي يعرف شنو كاين، ما هي العلاقه اللي كتربط ما بين الرحامنا وما بين الجنوب. احنا اليوم في مقلع ديال المكتب الشريف الفوسفات. هاد البلاصه كان دوار اسمه دوار التهالات، يعني فخذ من الرقيبات اسمه التهالات. وبما ان الفوسفات جاو دا لفائده الدوله كما يقال، هذا الدوار تحول. وهذا الدوار كانت فيه واحد الشخصيه فده من قبيله الرقيبات التهالات اللي هو المرحوم محمد سالم ولد القدامي، غني على التعريف بالنسبه للمنطقه اللي احنا فيها دابا منطقه بوشان. كاينه واحد الروايه كتقول ان هي حقيقيه، ولكن ما عنديش التصحيح باش نقول لكم فين هو القبر ديال جد الوالي مصطفى السيد احد مؤسسي جبهه البوليساريو. كاين هنا انا كنعتقد هو هذاك، هذا القبر ديال محمد سالم ولد القدامي، المرحوم محمد سالم ولد القدامي، وكنعتقد هذاك هو القبر ديال جد الوالي مصطفى السيد، لان الارتباط كما اللي كتسولوا عليه هو دوك المؤسسين ديال جبهه البوليساريو كلهم، ان لم نقل بدون استثناء، كلهم كينحادروا من منطقه الرحامنا. كل منطقه الرحامنا كلهم، راه ابراهيم غالي، الوالي مصطفى السيد، يعني مجموعه. هذا كنقول لك انا هادو من الرقيبات. اضيف الى ذلك كاين قبائل اخرى حتى هما كاين عائلاتهم هنا مدفونين، ما فيهم ولاد ليم، فيهم يقود، فيهم واحد المجموعه من الاولاد التدرارين، واحد المجموعه من 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 الناس اللي مدفونين في منطقه رحامنا. منطقه رحامنا كما قلت لكم سابقا، من اراد من المغاربه ان يدافع عن القضيه الوطنيه او قضيه الصحراء يدافع عليها من قلب الرحام. حقيقة هي هذه اللي زرتوها انتوما وشفتوها بعينكم، واش هذا دليل ولا ماشي دليل؟ هذا دليل قاطع قاطع بان الصله الوصل اللي كاينه ما بين الرحامنا وما بين الجنوب هما هاد الشخصيات البارزه المغربيه اللي مدفونه في ارض المغرب، في ارض بوشان، في ارض ايت حمو.